حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الدكتور علي العنزي، رئيس قسم الإعلام بجامعة سعود. بعد التحية دكتور، هل تعتقد بأن دخول الولايات المتحدة الأمريكية بكامل ثقلها على خط الأزمة القطرية دعما للوساطة الكويتية ستحقق أهدافها؟ الحقيقة طبعا الصوت منخفض، أنا ما أسمع الصوت منخفض، لكن أنا أعتقد أن البيان البحريني وزراء خارجية الدول المقاطعة في البحرين ورحبوا بالوساطة، قالوا أن الوساطة الكويتية هي الوساطة المرحب بها، وأنا أعتقد الدول الأربعة، دول المقاطعة الأربعة لا تمانع في مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت تتوافق مع الشروط التي وضعتها دول المقاطعة، لأن دول المقاطعة لن تتراجع عن شروطها إلا في حالة إن وافقت عليها قطر بالكامل ووافقت على تنفيذها. فهذا أمر مهم بالنسبة لدول المقاطعة. الوساطة الكويتية هي الوساطة المرحب بها من الدول المقاطعة، وأنا أعتقد ليس هناك مانع للدول المقاطعة لأي وساطة من الولايات المتحدة، خصوصا إذا كانت هذه الوساطة ضمن الشروط التي حددت وضمن البنود التي حددتها الدول الأربعة. فالكرة الآن في ملعب الجانب القطري، ولكن أنا دائما يعني أرى أن قطر بحثها عن وساطات خارج الوساطة الكويتية هو مضيعة للوقت، فلن يفيد قطر تسويفها وتضييع الوقت. هي عليها أن تعود إلى الحضن الخليجي، وعليها أن تستفيد من الوساطة الكويتية، خصوصا أن سمو أمير الكويت يحظى بثقة قادة الخليج وهو رجل. نعم، في حال لم تتراجع أو تصحح قطر من سياستها، ما هي السيناريوهات المتوقعة للتعامل مع قطر؟ أنا أعتقد أن قطر الوقت ليس في صالحها، هي تعتقد أن الوقت ممكن أن تتغير بعض الأمور. أنا أعتقد هذا العكس هو الصحيح، الوقت ليس في صالحها، هناك مقاطعة، هناك يمكن تمر داخل قطر تكاليف المعيشة عالية جدا، يبدأ يعاني المجتمع القطري والشعب القطري، والحكومة هنا لم تضع مصلحة الشعب القطري في عين الاعتبار. لو وضعت مصلحة الشعب القطري في عين الاعتبار لما انتظرت كل هذا الوقت للبحث عن حلول. الحل هو في العودة إلى المنطق، العودة إلى العقل، العودة إلى العقلانية السياسية، والاستفادة من الوساطة الكويتية في هذا الوقت بالذات. أعتقد أن الكويت مشكورة وعلى رأسها أمير الكويت، لا زالت تحاول حل هذه القضية أو هذه الأزمة. قطر طبعا الدول المقاطعة تريد شروط واضحة وتريد ضمانات لعدم عودة قطر عن تعهداتها، وهذا ما تريده دول المقاطعة. أنا أعتقد هذه الضمانات إذا أتت فيها الكويت أو أي وساطة، فدول المقاطعة تريد أن من صالح دول المقاطعة أن يعني يهمها مصلحة الشعب القطري، يهمها مصلحة المنطقة. نعم. الحكومة القطرية كأنها تصعد حتى تريد أن تضيع كثير من البنود. هذا غير مسلم. نعم. مع دول المقاطعة. نعم، من الرياض الدكتور علي العنزي، رئيس قسم الإعلام بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك.